عندنا هنا اكزرسيس لي راح نستعملو فيه providing that و bien as long as. قالونا combine the following sentences using the proposed link words. راح نستعملو هاد الروابط. A. Money laundering will be reduced. Banks will inform the authorities about any large cash deposit. هنايا كيفاش راح نديروها؟ لازم نفهموا المعنى تاع الجملة باش نربطو بهذا الروابط. عطاونا هنايا future وهنا future. من القاعدة نا وش راح يدخل؟ راح يدخل مع providing that. الشرط راح يكون au présent. النتيجة راح تكون au future. هنا وشنو هو الشرط؟ الشرط أنه لازم البنوك تخبر الدولة على اللي راهم يحطوا النقود في البنوك بطريقة غير شرعية. دونك كي يطبق هذا الشرط وشنو هي النتيجة؟ غسيل الأموال راح ينقص. نديروها نبداو بها providing that banks le verbe أو هنا inform راهو au future بس حنا نرجوح au présent. Banks راهو au pluriel. حنا قلنا au présent she, he, it معهم زيدو le verbe le s. مي هنا عدنا banks pluriel they. Donc au présent يقعد inform. Providing that banks inform the authorities about any large cash deposit. هذه كان نكتبوها كما toujours كما مع though although كي نبداو بهم توجور الفاصلة ما نساوهاش. النتيجة money laundering غسيل الأموال نتيجة تكون au future will be reduced. Companies will reduce the prices of their brands. People will stop buying counterfeit products. حطو as long as au milieu ما حاش نسحقو الفاصلة بين الجملة والجملة. Okay, so هنايا الشرط وشنو هو؟ الشرط أنه الشركات ينقصوا للأسعار تاع المواد ديالهم باش الناس يحبسوا يشروا سلع المخشوشة. الشرط دايما يجي تابع لهذا الروابط. People وش راح يديروا الناس؟ راح يحبسوا يشروا will نتيجة au future. Will stop buying counterfeit products. ما نديروش فاصلة. As long as غير إذا شركات companies reduce. هنايا companies راه الجمع والجمع لو فيرب يقعد هو هو. Reduce the prices of their brands. لازم تعرفوا زوج أمور. الحاجة الأولى لازم تعرفوا القاعدة تاعكم. كي يكون لو فيرب او باسي واش يولي الوش تاعو البريزنت واش يولي لو فيوتور واش يولي. والحاجه الثانيه اللي لازم تعرفوها هي انه الجمله كيعطي لكم لو فيرب ان ذا نيجاتيف فورم لو فيرب يولي بوزيتيف مع الوش. وكي يكون لو فيرب بوزيتيف هنايا عندنا بوزيتيف معناش نشوفو النوت قبلها راح لو فيرب في الوش يولي نيجاتيف. نشوفوا الاكزامبل هنايا باش نفهمو. I regret people don't respect the laws. هنا الحاجه الاولى اللي لازم نشوفوها لو فيرب فاش راهو راهو او بريزون. don't ياك على بالنا بلي don't هي the negative form in the present. don't ولا doesn't. هنا لو فيرب راهو نيجاتيف دونك مع الوش راح يولي بوزيتيف. Donc, I wish people, le verbe, il est positif, mais wish le temps, bien sûr, past. I wish people respected, le passé était respect, huwa, respected, فعل منتظم, a regular verb, the laws. يعني نتمنى كون الناس تحترم القوانين. I regret he is corrupt. I wish... حاجة الأولى اللي نشوفوها لو فيرب راهو او بريزون. كي يكون لو فيرب او بريزون مع ويش يولي باست سيمبل. حاجة تانية لو فيرب راهو بوزيتيف في الويش يولي العكس نيجاتيف. اي ويش ونحكمو لو سوجي اللي هو هي حطوه هنا. اي ويش هي
وشنو هو الباست سيمبل تاع إز؟ هو was. I wish he was not corrupt. لا نيغاسيون تاع was هي was not. بصح عندنا حاجة هنايا، حاجة راهي غلطة، اللي هي قلنا كما قلنا من قبل was مع الwish ما سا نيكزيستو با. دونك واش نحطو؟ were. I wish he were not corrupt. يعني نتمنى كون ما جاش إنسان فاسد. I regret the government neglect the citizens. I wish le sujet واش نهوا؟ The government neglect. Très bien. واش نهيا la négation تاع le passé simple؟ La négation تاع le passé simple هي did not مع جميع الضمائر. The government did not plus le verbe à l'infinitif. Neglect the citizens. قدو نعودو I wish if only. I regret he stole money. نايا le verbe تاعنا فاش راهو؟ راهو in the past simple. كي يكون le verbe au passé واش راح يولي؟ راح يولي past perfectly. هو had verb past participle ولا had not verb past participle. I wish le sujet واش نهوا؟ هو he يهبط هنا. I wish he negation تاع stole in the past perfect وشنو هي؟ هي had not verb past participle. Had not stolen past participle تاع stole ولا نقولو to steal يسرق stole past simple stolen past participle money. Attention les verbes. I regret people didn't respect the laws. La même chose هنا نديرو. شوفو le verbe فاش راهو؟ Le verbe راهو in the past simple. وكي يكون le verbe in the past simple واش راح يولي الأمنية؟ راح تولي past perfect. I wish وراح le sujet هنا؟ People يهبط هنا. The positive form had respected. هذا هو past perfect. The laws. هنا ما راحش نحطو القاعدة هذيك تاع بوزيتيف يولي نيجاتيف و نيجاتيف يولي بوزيتيف. نو هنايا رانا نهضرو على لو فيوتور، امنية نتمنوها تولي ولا تتحقق ان ذا فيوتور. دونك هنا واش نقولو؟ نقولو اي ويش اي كود. عندنا اي نحطو كود بلس لو فيرب ستيم ولا لو فيرب على انفينيتيف in a respectful society. Soit disant هنا عطاولنا I wish this society. واش نفهمو هنا؟ نفهمو بلي راني نتمنى باش المجتمع واش يدير؟ يولي respectful. دونك هنا the society واش راه لو برونون بيرسونيل تاعها؟ راهو it. اي مع it واش نحطو؟ could. نو ما نحطوش could، راح نحطو would. I wish the society would وشنو هي؟ would be ولا become سي لا ميم شوز respectful. تصبح the government will listen to its citizens. وهنا يحطو لنا I wish. I wish الحكومة تولي تسمع للمواطنين. دونك I wish نهبطو هنا لو سوجي the government باش نعوضوها. هنا رانا راح نحطو لو فيوتور، قلنا خلاص تفاهمنا نحطو لو فيوتور. the government راح نعوضوها it بيان سور. would كي يكون عندنا it راح نحطو في المستقبل would it plus le verbe à l'infinitif would listen يسمع to the citizens. هنا تقدروا تلقاو will، تقدروا تلقاو can، may، should ولا must. كي تصيبوا وحده في هادو راح تحطوا الwish ديريكتومون مع لو فيوتور.
راح نشوفوا هنا تمرين على concession ولا though, although, in spite of, despite. Egypt was well resourced with raw materials. The Egyptians needed to import some of the raw materials from neighboring countries. نقولوا malgré مصر كانت عندها مواد أولية كانت تجيب من دول أخرى. نبدأ بها though. Sinon, شنقدروا نستعملوا although, even though, in spite of the fact that, ولا despite the fact that. Though Egypt was well resourced with raw materials, it needed, راح نعودوا هنا Egypt ما نعودوهاش دوفوا, to import some of the raw materials from neighboring countries. The Phoenicians became famous sellers. The Phoenicians used to live in the desert. Donc هنا عطاونا although, كيف قولوا malgré الفينيقيين كانوا عايشين في الصحراء كانوا تجار معروفين. Although the Phoenicians, شوفوا هنا هي الجملة, راح نبدأ بالجملة الثانية. صادقون المعنى حش نبدأ بالأولى فاصلة ما نسوهاش كي نبدأ although, though, even though, despite, توجور فاصلة. they, مش ما نعودوش دفا the Phoenicians, نعودوهم they became famous sellers. هنا نحبو نحطوها في الوسط. The Phoenicians became famous sellers, though, بلا فاصلة, though, ولا although, ولا in spite of the fact that, ولا despite the fact that, they used to live in the desert. Ancient civilizations left prestigious remains. Ancient civilizations disappeared centuries ago. عطاونا in spite of, وعطاونا despite. ما هذا اللي حيعطوكم في الامتحان وحدة منهم, ماشي زوج, هنا برك باش نفهمو. راح نبدأ بـ in spite of. قلنا in spite of توجور موراها ان نو, هنايا باش ما نصعبوهاش على روحنا ما نزيدو ني نو ني والو, راح ديريكتومون نزيدو واحد الكلمه صغيره اللي هي the fact that, in spite of the fact that. دونك اوتوماتيكمون زيدوها باش ما تغلطوش, باش ديريكتومون ديرو موراها لو سوجي. قول malgré que الحضارات القديمه سقطت من قرون بعيدة خلت آثار قيمة. In spite of the fact that ancient civilizations disappeared centuries ago, they, حاش نعودو دفا ancient civilizations, they left, خلاو آثار قيمة, prestigious remains. كي نبداو هنا ب despite واش نقولو the fact that, ونكملو sujet verb complement, ni non ni rien du tout. Despite the fact that ancient civilizations disappeared centuries ago, comma, they left prestigious remains. In the past, many Algerian cities had Roman names. Many Algerian cities, Roman names. هنايا واش نحطو used to, أو بيان had to, أو بيان were able to, ولا was able to. راح نحطو بيان سور used to, كان عندها, دركا no, used to, Roman names no, used to have, toujours plus le verbe. Tariq ibn Ziyad managed to defeat the Spaniards and invade Andalusia. هنا واش راح نحطو Tariq ibn Ziyad used to, ou bien had to, ou la were able to, ou bien was able to defeat the Spaniards and invade Andalusia.
Bien sûr, was able to. كان قادر تمكن من محاربة Spaniards and invade Andalusia. تل أندلسيا. طارق بن زياد was able to. Le verbe to defeat. كان قادر على محاربة Spaniards and invade Andalusia. The Sumerians were obliged to build dams because some of their regions were too dry. معناها كان لازم عليهم. Donc, حطوا used to, had to, were able to, ou bien was able to. Had to, كان لازم عليهم. Obliged, لازم عليهم. The Sumerians had to. Now, vous avez remarqué, il y a toujours un verbe à l'infinitif, more to, had to, able to, used to, had to, build. Bien sûr, on va dire obliged, parce que on va dire had to. The Sumerians had to build, à l'infinitif, dams because some of their regions were too dry. The Arabs to conquer Persia, the Arabs to spread the Islamic culture and civilization. وعطونا before. واش تقلو شنو هي الاكسيون الاولى؟ احتلو باش نشرو ولا نشرو باش احتلو؟ بيان سور احتلو باش نشرو. نحطوها في الوسط before. نقولو the Arabs had conquered. The past participle of to conquer هي conquered. It's regular. منتظم. The Arabs had conquered Persia before they قبل ما ينشروا before they spread فعل غير منتظم ما راحش نزيدوا له او دي راح يتبدل كي نشوفوا في لا ليست نلقاوه يولي spread past participle spread past simple past perfect. The Islamic culture and civilization. هنا before حطيناها في الوسط. كون نبدأ بها كيفاش راح تولي؟ تولي before the Arabs spread the Islamic culture and civilizations, comma فاصلة. They نعودوا the Arabs باش ما نعودوهاش دو فوا. The Arabs. They had conquered Persia. Phoenicians to settle in the Maghreb, they to build trading posts. The Phoenicians, l'action loula, نحطوها in the past perfect, l'action deuxième, نحطوها في past simple. هنا, راح نقولو الفينيقيين, بناو مواقع للتجارة بعد ما استقروا. The Phoenicians built يتبدل. To build is an irregular verb. Trading posts after they had settled in the Maghreb. هنا after جاتنا في الوسط. Soi-disant جاتنا after au début. كيفاش راح تولي؟ راح تولي after the Phoenicians had settled, بعد ما استقروا, they, نديروا فاصلة, they built trading posts. The archaeologists to excavate the remains. The archaeologists to display the remains in the museum. عطاونا as soon as. First action هنا هو طمو المخلفات. With second action حطوها في المتحف. The archaeologists displayed, second action, the remains at the museum as soon as they excavated them. شكون هما them؟ هما the remains. فعطونا as soon as au début. كيفاش حتولي؟ As soon as the archaeologists had excavated the remains, comma, facila,
they displayed them in the museum. The French not to leave Algeria. The Algerians to defeat them. عطونا until. قلنا until معناتها حتى. Passé négatif. Attention. The French did not. Yek le passé simple. La négation تاعو هي did not plus le verbe à l'infinitif. Did not leave. لم يغادروا. ولا فرنسا لم تغادر. الجزائر, Algeria. Until, قلنا toujours au milieu. Until, حتى, ما راحوش من الجزائر حتى وش صرا. حتى, الجزائريين, the Algerians, had, plus past participle, defeat, هو, defeated, had, defeated, them. She should do some work for her exam. هنايا عطاونا should من رانا ننصحو فيها تعمل للامتحان. بداو لنا الجملة تاعنا ب it's high time. سينو يعطولكم it's about time. ها لو فيرب راح يكون in the past simple. It's high time موراها directement le sujet. She هنا لو فيرب do au passé do. It's an irregular verb. يراحيولي did. She did some work. Donc هنايا vous avez remarqué بلي نحينا should وعودناها. It's high time she did some work. Imitated products are of low quality. Consumers must refrain from buying imitated products. شوفوا هنا عطاونا such that et ou bien so that واش نخيرو دوك نشوفو هنايا الحاجه الاولى اللي راح نشوفوها هي الادجكتيف وراهي imitated products are of low هو هابط low quality معناتها لا كاليتي تاعهم ناقصه consumers must refrain from buying imitated products imitated products are such low quality that ou bien so low quality that قولوا bien sûr are such of low quality parce que هنا عندنا adjective plus a noun يكون عندنا adjective plus a noun واش قلنا نديرو نديرو such that imitated products are such of low quality that consumers must refrain from buying them اللي هما imitated products ما نعودوهاش دو فوا راح نعودوها بذم counterfeit medicines are very harmful government are launching advertisement campaign to prevent their consumption Donc, هنا عطاونا so that is such that. عطاونا فراغ هنا. Donc, هنا كي نلقاو الفراغ واش راح نحطو؟ قلنا so plus adjective plus that is such plus adjective plus noun plus that. هنا راح نجبدو في لا بروميير فراز الادجكتيف وراهي counterfeit medicines are very harmful très bien donc harmful هي صفه اللي معناتها مؤذيه صفه راهي وحدها كي تكون صفه وحدها بصون لو نون راح نحطوها مع سو counterfeit medicines are هنا very معناتها بزاف donc ما نقدروش نقولوا very so لانه عندهم نفس المعنى Very هي بزاف اي so هي بزاف دونك راح نستعملو so برك very نحوهم are so harmful that government are launching advertisement campaign to prevent their consumption It is advisable that you respect the laws عطاولنا it is advisable وكي نشوفو advisable نفهمو بلي نصيحة advice اللي هي النصيحة وبدولنا لفخاز ب بيو يو راح نفهمو بلي راح نعودو هادي it is advisable اللي هي advice you should
ولا you ought to sinon you had better. La forme positive. نقدرو تاني نعودها بla forme négative. Ça dépend المعنى. هنا وش نقولو you should not respect the laws. ما تحترمش القوانين ولا تحترم. Bien sûr نقولو you should respect the laws. ولا you ought to respect the laws. Sinon you had better respect directement le verbe the laws. هنا قلنا must have to. قلنا must et have to c'est la même chose. Don't have to c'est la négation de have to et mustn't. On peut dire mustn't. نتروها mustn't ou bien must not. راح نقرأ الجمل نفهمهم باش نحطو واحدة فيهم نشوفو إلى شيء ضروري ولا غير ضروري. In the USA high school students لازم عليهم ولا ماشي لازم عليهم study all the subjects. يقرأوا جميع المواد. They choose the one they want to study. هما يخيروا وش يحبوا يقرأوا. In the USA high school students نقدروا نقولوا mustn't ماشي لازم عليهم ما راهمش obligé ولا don't have to. علاش نديرو don't have to؟ باسكو students راح نعودوها بthey et avec they راح نستعملو don't ماشي doesn't bien sûr. Students in the USA students toujours les élèves لازم ولا ماشي لازم عليهم get good grades in order not to lose their scholarship. قالونا لازم عليهم ولا ماشي لازم عليهم يجيبوا علامات جيدة باش يتحصلوا على المنحة. Bien sûr لازم must. Sinon on peut mettre have to c'est la même chose. وعلاش نديرو have to ماشي has to؟ باسكو عندنا students et students c'est they et avec they on may have to. Students copy someone else's work because plagiarism is forbidden. هنايا واش قالونا تلاميذ لازم عليهم ولا ماشي لازم عليهم ينقلوا على العمل تاع انسان اخر لانه التنقيل ولا لو كوبياج ممنوع. Donc students don't have to ماشي لازم عليهم to ولا mustn't ou bien must not c'est la même chose. نشوفوا هنا ان اكزرسيس لي شبيه للتمارين اللي طيحوا في البكالوريا ان شاء الله. يعطونا اون فراز ا و بي ويقولوا لنا اكتبوا بي باش تولي تمعني نفس المعنى تاع لا فراز ا. هنايا ان الجيريا بيوبلز ار نوت اوبليجد to wear a uniform. في الجزائر ماشي لازم عليهم يلبسوا لباس موحد في المدارس. هنا عندنا not obliged. كي نشوفوا not obliged في الجملة واش نفهموا؟ نفهموا بلي ما راهمش مجبورين. دونك هنايا باش نهضروا على l'absence de l'obligation انعدام الضرورة راح نستعملوا بيان سور don't have to قلنا pour we they and you AI وراح نستعملو sinon doesn't have to pour he she and it وراح نستعملو must not لجميع الضمائر. هنا واش عندنا in Algeria pupils شنو هذا الضمير باش نعوضوه؟ نعوضوه ب they et avec they qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre bien sûr don't have to ou bien must not. In Algeria pupils don't have to ou bien كيما نحبوا تخيروا وحده must not bien mustn't c'est la même chose. Donc هنا obliged not obliged نحوها ونعوضوها don't have to ولا mustn't موراها directement le verbe. Donc le verbe c'est wear a uniform. It's forbidden. مش معناتها it's forbidden. معناتها ممنوع. It's forbidden for pupils to use mobile phones in the class. ممنوع للتلاميذ استعمال هواتف في القسم. Pupils هنا كي نشوفوا it's forbidden نحن نفهموا بلي
ممنوع امر ضروري باش ما يديروش فعل معين. دونك pupils must use mobile phones, لازم عليهم يستعملوا لي موبايل في القسم ولا نو؟ نو. دونك don't have to. Directement le verbe li huwa use, هنا نحو it's forbidden to use mobile phones in the class. نقدر نقولو don't have to encore une fois ou bien must not. Must not use, directement le verbe. It is necessary. واش معناتها it is necessary؟ معناتها من الضروري. For all pupils to respect the school regulations. من الضروري على التلاميذ يحترموا جميع قواعد المدرسة. دونك هنا كي نشوفوا it is necessary راح نفهموا بلي من الضروري. All pupils, جميع التلاميذ لازم عليهم يحترموا قواعد المدرسة. All pupils must ou bien have to, لازم عليهم respect the school regulations.